نرجع تاني مع كابتن اسامه نبيه و12 سؤال ونشوف هيقول فيهم ايه واجابتهم ثلاث ثواني من غير نقاش. صعبين؟ ما فيش اسهل من كده. ساكت دبوس. اهو بص خش يا نص السؤال الاول. بص اول سؤال سهل ازاي؟ شرط الكابتن كنت تلعب كنت تحب تلعب تحت قياده مين؟ مدرب يعني؟ لعيب. لا لعيب ولا مدرب؟ شرط الكابتن، كابتن معاك في الفريق. كان معايا سامي الشيشيني وخالد الغندور كانوا كباتني في الفتره دي، اسماعيل يوسف طبعا كابتن احمد رمزي. مش كنت بتلعب انت كنت تحب تلعب تحت قياده مين فيهم؟ كمدرب ولا لعيب؟ لعيب. اسماعيل يوسف لعبنا طبعا. اسماعيل يوسف. اللي بعده. هدف في المرمى، افضل قرار اخذته في حياتك ايه؟ افضل قرار اخذته في حياتي؟ في قرارات كتير جدا. هو افضل واحد فيهم. انت جاي تجادلنا في الاسئله يا كابتن. ان احنا نسيب منتخب مصر بعد الانجاز اللي احنا حققناه. طيب اللي بعده. تسيبه عشان حسيت انك حققت نجاحات كبيره يعني. بالظبط كده. تقنيه فيديو الفار، ايه قرار اللي لو الفار موجود كنت تحب ترجع فيه او تفكر فيه تاني؟ ما بعيدش عن الكره المصريه في الفتره اللي فاتت. اللي بعده. هات وخد، بتستمتع بالحوار مع مين؟ مع العيله. مين فيهم؟ ولادي كلهم. اللي بعده. صداع وهدك حلو يعني. طلعت المدام من الحزبه. ما هم العيله، ما هي من ضمن العيله. كاس البطوله. تمنح مين الكاس ده؟ صاحب فضل عليك. كل اللي اشتغلت معاهم وتعلمت منهم. واحد بس. اخرهم هيكتور كوبا. اللي بعده. كارت اخضر تسمح لمين يتدخل او يشاركك في قرارك؟ العيله برضو. العيله برضو. البيت طبعا. انت ما تطلعش براهم يعني. لا 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 لا. لا انت تشتغل لهم هم. اللي بعده. كارت اصفر ده انذار لشخصيه انت بتحبها وبينك وبينها عتاب من غير توضيح او ذكر اسباب، هتقول لي فلان. كان حسام غالي بس في دبي خلص الموضوع. اللي بعده. كارت احمر ده بقى تستبعده من حياتك خالص. متلونين بدون اسامي؟ قال لك كتير قوي. كتير قوي، اصل المتلونين دول في حياتنا بقوا كتير قوي 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 قوي. فالمتلونين بالنسبه لي شخصيات صعبه. اللي بعده. مان اوف ذا ماتش، دول اربع اسئله سرعة كده في اي تاريخ وفي اي زمن، في اي تاريخ وفي اي زمن، مين افضل رئيس نادي؟ أنا بالنسبة لي محمد حسن حلمي زامورو. من أفضل مدرب؟ في اللي أنا عاصرتهم في الشغل كوبر. من أفضل لاعب؟ عبد الله السعيد في الفترة الأخيرة. من أفضل حكم؟ جهاد جريشة كان بيأدي مستويات كويسة بس دلوقتي محمود البنا ظهر كويس. طيب هعيد لك بس سؤال، من أفضل مدرب ده في تاريخ الكورة يعني في تاريخ الكورة، في تاريخي أنا ولا في تاريخ الكورة؟ من وجهة نظرك أفضل مدرب أنت شفته في حياتك هو هيكتور كوبر. لا يعني في حياتي ولا في الفترة الأخيرة ولا بالنسبة لي أنا؟ من أفضل مدرب أنت شفته من يوم ما اتولدت؟ الجوهري. كابتن محمود الجوهري. ماشي. أنا قلت برضو أوضح. لا 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 بس في حاجة بالنسبة لي أو بالنسبة للتاريخي كله. مش أفضل مدير فني أنت عملت معاه. أوكي. لا كابتن محمود الجوهري أنا اتعاملت معاه وأنا لاعب وتعاملت معاه بفترة، هو اللي حببنا في الشغلانة يعني. كابتن محمود أثر في جيل كامل جدا من اللي اشتغلوا معاه لعيبه معظمهم دلوقتي كلهم مدربين، انا واحد منهم. شرفتنا ونورتنا يا كابتن. شكرا ليك يا كابتن سيف. شكرا يا كابتن. ميرسي ليك. خلصنا فقرتنا مع الكابتن اسامه نبيه. واحد الحقيقه من المديرين الفنيين الكبار، بتمنى له ان شاء الله باذن الله كل التوفيق في القادم. بعد الفاصل حلقه خاصه جدا جدا سابق بالنسبه لنا، ميار شريف مع المهندس نجيب ساويرس ودور القطاع الخاص في وجود ابطال. وعايز اقول لكم ان الفتره الاخيره مصر بتعيش عهد ازدهار بشكل كبير في جميع المجالات، حتى رجال الاعمال لما اتكلمهم، حتى ما كنت بعمل حديث مع المهندس نجيب ساويرس قال لي دلوقتي تقدر تستثمر، تقدر تشتغل في البلد، تقدر تشتغل بخطوات سريعه جدا جدا جدا. مصر الحقيقه في حته ثانيه، كل يوم بتاخد خطوه. دايما بقول قبل البرنامج وفي البرنامج وبعد البرنامج وفي الاستوديو، دايما بقول اللي وصلنا له ده
بسبب قوة الدولة المصرية. الدوري خلاص قرب ان هو ينتهي، فاضل مباراة او اتنين. الدوري السنة دي عشان نكمله كان خلاف كبير جدا جدا جدا، ولكن اللي اخذ قرار وصاحب الفضل هو الدولة المصرية، السيد رئيس الجمهورية اللي كل يوم بنوجه له كل الشكر، مؤسسات الدولة المصرية بالكامل كل الشكر وكل التحية، سيد وزير الشباب والرياضة، مسؤول الأندية. مباراة تفصلنا عن نهاية الدوري، كل يوم البلد دي فيها بطل، كل يوم فيها شركة جديدة، كل يوم فيها مدينة جديدة، كل يوم فيها طريق جديد، وإن شاء الله بإذن الله تفضل مصر كده يا رب أم الدنيا. فاصل وبعد الفاصل ماهر شريف والمهندس نجيب ساويرس في حوار خاص جدا. كل الشكر على فكرة وكل التحية لشريف منصف المدير أعمال ميار، والحقيقة هو كان ليه دور كبير جدا ان هو يحطها في حتة تانية. ان شاء الله بإذن الله بتمنى له الفترة الجاية كل التوفيق. لقاء خاص جدا بعد الفاصل.